حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. وحشتوني جدا جدا جدا، غبت عنكم غصب عني لظروف، ولكن الحمد لله رجعت لكم. سنة جديدة سعيدة ان شاء الله عليكم. يا رب كل واحد بيتمنى حاجة تتحقق له ويقرب منكم ويجذب ليكم الناس الكويسة ويبعد عنكم كل شخص سيء ويحمل السوء ليكم بإذن الله يا رب. سنة جديدة عليكم فيها الخير والبركة إن شاء الله. النهاردة حبيت أعمل لكم قراءة عن من الشخص القادم لك للزواج. نبتدي بيها كده السنة إن شاء الله، ربنا يكرمكم ويديكم اللي انتوا بتتمنوه. تعالوا نبتدي القراءة النهاردة ونشوف مين الشخص ده ونشوف صفاته، عمله شغال ايه، مواصفاته الشكلية، ونعرف كل حاجة هتطلع في القراءة. طيب، لو انتوا أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، بس بقولكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا كده نبتدي بمجموعة رقم واحد. طبعا احنا زي ما متعودين القراءة هتبقى بحجرين. المجموعة الاولى الحجر الازرق، المجموعة التانية هتبقى بالحجر الشفاف او الابيض ده. او اختيار اول حرف من اسمك انت. دي المجموعة الاولى، طبعا هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. دي حروف المجموعة الاولى ودي حروف المجموعة التانية. فاول حرف من اسمك او باختيار الحجر. طيب تعالوا كده نبتدي بمجموعة رقم واحد، الحجر الأزرق، ونشوف الطاقة بتاعتكم عاملة ازاي الأول. بعد كده نبتدي نشوف مين الشخص ده، ونتعرف عليه ونتعرف على صفاته وكل حاجة. مجموعة رقم واحد الحجر الأزرق، تعالوا كده نشوف طاقتكم عاملة ازاي دلوقتي. طاقة مجموعة رقم واحد، كمان هناخد من كروت الانرجي عشان نكمل الطاقة نعرف مجموعة رقم واحد عاملة ايه دلوقتي. طاقة مجموعة رقم واحد، تعالوا كده نبتدي ونشوف طاقتكم عاملة ازاي يا مجموعة رقم واحد. ده انت بتفكر في امر شاغل بالك الفترة دي قوي والان، ويمكن مش بتعرف تنام، بيجيلك كوابيس بالليل، مش مرتاح في حياتك، حاسس ان انت مضطرب. والامر ده تقريبا كده بيخص العلاقات او الارتباط الرسمي، ان انت تكون في علاقة مستقرة او يكون عندك بيت واسرة وعيلة ويكون في استقرار في حياتك. وممكن كمان تكون بتفكر في الاستقرار المادي، يعني يا الاستقرار المادي يا الاستقرار العاطفي، او ان انت تكون في علاقة مستقرة، علاقة ثابتة، يعني زواج. طيب شايفك كمان بالرغم ان انت متضايق، بالرغم ان انت قلقان، بالرغم ان انت حيران الفترة دي وحاسس باضطراب، او يمكن ما بتعرفش تنام كويس، ما بتعرفش تاكل كويس، قليل الكلام مع الناس، مش بتحب ان انت تحكي زي الاول، بتختصر الناس، او حد اتصل بيك او حد يكلمك بتحاول ان انت ترد الكلمة على القد. عندك كلام كتير جواك ولكن مش قادر ان انت تطلعه للناس، مش قادر تشكي جواك للناس، سواء ناس قريبين ليك او اي حاجة، يعني ناس حتى القريبين ليك انت مش عارف تطلع الكلام ده وتحكيه لهم. لا، انت حاسس ان انت لوحدك، او حاسس ان انت عاوز تكون لوحدك ومش عارف تقول الكلام اللي جواك. بالرغم من كده ولكن انت سايب كل حاجة على ربنا، يعني انت سايب كل حاجة تيجي في وقتها وسايب كل حاجة على ربنا، عارف ان ربنا هيدبر لك الامر. يعني سبحان الله، انت عندك يقين ورضا من جواك بالرغم ان انت تعبان في حياتك، بس عندك يقين ورضا من جواك ان انت
ربنا يصلح لك أمورك، سواء أمور في العلاقات أو سواء أمور في المال والعمل وشغلك واستقرارك المادي. طيب شايفاكم كمان الفترة دي يمكن انتوا بتراقبوا شخص أو عينيكم على شخص محدد، شايفة ناس منكم ابتدت ان هي تخرج من الحالة دي وابتدت ان هي تشوف حياتها بس بتخبط. عارفين الشخص اللي بيبقى عايز يخرج من الحالة اللي هو فيها وبيخبط مش عارف هو رايح فين، بس اهم حاجة عنده ان هو يطلع من حالة الاكتئاب، من حالة الحزن والتوتر اللي جواه دي. فانت طالع بتخبط في حياتك، او في بعض الناس منكم طالعة بتخبط وعايزة تطلع من الحالة دي بأي شكل ومش عارفة تعمل ايه، فبتحاول ان هي تخبط كده في حياتها طيب، او تشوف اي بداية جديدة عشان تطلع من الحالة دي. شايفة كمان انت يمكن اكتشفت وش تاني لشخص كان قريب منك جدا، شخص صديقك او ناس في شغلك بيتكلموا عليك او ايا إن كان، انت اكتشفت ان الشخص ده ان هو مش صديقك او مش زميلك، على الاقل الشخص ده هو عدو ليك، يمكن بيتكلم عليك مع حد او بوظ صورتك او اتكلم عليك كلام مش فيك، وانت اكتشفت ان الشخص ده يتعمل له بلوك من حياتك، الشخص ده في عداء بينك وبينه مدى الحياة، يعني انت اكتشفت ان الشخص ده مش هينفع ان هو يكون معاك في حياتك دلوقتي، فعملت عداء. بس عدائك اللي هو مش ان انت مثلا رحت اتخانقت معاه او عملت مشكلة معاه، انت بعدت عنه، بس هو ده اللي انت عملته. شايفة كمان ناس عندها ازمة مادية او في الشغل مش متظبط معاها الفترة دي، ممكن يكون مسؤوليات اكتر من الاموال اللي معاك، محتاج ان انت تكتر اموالك او محتاج ان انت تشوف شغل تاني غير الشغل الاساسي بتاعك. شايفاك برضو الفترة دي انت قاعد بتكلم نفسك او انت قاعد بتحاسب نفسك او بتتكلم مع ذاتك كتير، يعني يمكن انت قطعت كلام مع الناس او مش حابب ان انت تتكلم مع الناس، بقى كلامك جواك، بقى كلامك بينك وبين نفسك الفترة دي اكتر زاد. طيب كويس. شايفة الناس اللي عندهم أزمة مادية إن شاء الله في الطاقة القريبة أنت هيجيلك وفرة مادية، يعني الناس اللي بتشتكي الفترة الحالية إن هي بتفكر في شغلها أو في مشكلة في شغلها أو عندها أزمة أو في أي حاجة يخص المادة، شايفة إن في استقرار مادي إن شاء الله هيجيلك بإذن الله. شايفة كمان أنت يمكن محتاج إن أنت تخرج من الجو ده، تروح مكان تاني غير المكان اللي أنت متعود عليه تقعد فيه في بيتك، يمكن تغير المكان ده حتى لو هتبقى جوه بيتك بس تغيره، حاول إن أنت تغير من طاقتك شوية ومتفضلش في نفس المكان ده. فيعني شايفة توتر كبير قوي الفترة دي في حياتك، ولكن إن شاء الله أنا شايفة إن في تعديل لحالتك أو لطاقتك الحالية إن شاء الله الفترة الجاية. طيب في هنا عندي برج الحمل، هو البرج الوحيد اللي ظهر هو برج الحمل، أنا بقول البرج عشان بس تتأكد الطاقة للناس اللي هي برجها موجود، ولكن مش لازم يكون أدام مش برجك موجود يبقى مش طاقتك، لا أدام القراءة أو الطاقة مناسباك يبقى القراءة بتاعتك. تعالوا بقى نخش في القراءة ونشوف مين الشخص القادم لك إن شاء الله بإذن الله، مين الشخص ده وصفاته عاملة ازاي. سيبنا نعرف مين الشخص القادم لمجموعة رقم 1. الشخص القادم لمجموعة رقم 1 طيب ناخد الكروت التانية نعمل منها توضيح.
نعرف الشخص ده أكتر. يا ترى مين الشخص ده؟ تعالوا كده نبدأ ونشوف مين الشخص القادم لك. إن شاء الله إن شاء الله يكون الشخص ده قادم لك، يعني مش صالونات أو مش تعارف كده، يجي مثلا يتقدم لك وهو ما يعرفكش مثلا، أو ما يكونش فيه قبل كده بينكم كلام، أو يكون دور حديث على الأقل. لأن الشخص ده أنا شايفة أنه هو هيكون جاي لك بالحب، يعني هيكون في حب كبير جدا 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 في قلب هذا الشخص لما يشوفك، أو يمكن حب من أول نظرة زي ما بيقولوا كده. الشخص ده أول ما يشوفك هيحبك، هيكون في حب شديد في قلب هذا الشخص ليك. مجموعة رقم واحد أول كارت التين اوف كابس، ففي حب شديد في قلب هذا الشخص. ليه بقول انت؟ احنا بنشوف هنا مواصفاته او العلامات اللي هتعرفك على هذا الشخص. طيب انا ليه بقول انت؟ لان الشخص ده اول كارت طلع لي 10 اوف كابس، يعني الشخص ده هو عايش حياته بالحب، يعني بيلبس الحاجة اللي بيحبها، بيشتغل الشغل اللي بيحبه، بيروح الاماكن اللي بيحبها، بيحبش يعمل حاجة من غير ما يكون قلبه حاسسها. فأدام الشخص ده قادم لك للزواج، يبقى مش هيقدم على خطوة الزواج إلا ما يكون الشخص ده حبك. طيب تعالوا نشوف أكتر عن هذا الشخص. حلو، انا بقول برضو بصوا يا جماعة، يعني ركزوا جدا جدا في المواصفات اللي انا هقولها، لان احتمال كبير يكون الشخص ده هو تقريبا كده بيراقبك في الطاقة الحالية، وعينه عليك، وحاسس بحب من ناحيتك من بعيد لبعيد، او على الاقل على الاقل اعجاب بشخصيتك بعقلك، او حاسس ان في توافق ما بينكم، ولسه هيقدم على خطوة ان هو يتكلم معاك و يعرفك بنفسه مثلا، او يقول لك ان في اعجاب منه ناحيتك. طيب ركزوا بقى في المواصفات اللي احنا هنقولها. اولا كده الشخص ده قلبه طيب، قلبه صافي، من الناس اللي لما تتعامل معاها تحس بالراحة، من اول ما تتكلم معاها تحس ان انت مرتاح. طيب نرجع تاني، يبقى اتفقنا ان الشخص ده اكتر حاجة في حياته بتمشيه هي الحب، يعني لما بيحب ان هو يروح في مكان حاجة حاببها، يحب ان هو يشتغل شغل يكون حابب الشغل ده. طيب عندي الشخص ده انا شايفاه متحمل المسؤولية. طيب متحمل المسؤولية ان هو شخص ممكن يكون بيصرف على أهله، سواء بنت أو ولد، أنا بتكلم على الاثنين. الشخص ده هو متحمل المسؤولية. تاني حاجة شايفة إن الشخص ده هو شخص حماسي شوية، يعني عنده حماس في حياته، بيحب ينجز أموره على طول، وهو دايما ناجح إن الشخص ده يكون قوي، هو ناجح إن هو يفرض شخصيته، أو الناس شايفينه إن هو شخص قوي، مهما مثلا وقع في أزمات أو وقع في حاجات بيقدر إن هو يتغلب عليها ويقف على رجله من أول وجديد. هو شخص اجتماعي، يعني بيحب الناس، مش مثلا منطوي أو بيحب إن هو يكون لوحده، لأ هو بيحب الناس والناس بتحترمه. ليه الناس بتحترم الشخص ده؟ لأنه هو شخص قد كلمته، شخص بيحافظ على كلمته وبيوفي بوعده، سواء بنت او ولد، انا بتكلم على الشقين. اذا كانت بنت فهي بنت بتحافظ جدا على كلمتها، ولما بتقول وعد بتنفذه، كمان لو راجل فهو قد كلمته. طيب الشخص ده هو شخص متحمل جدا ومثابر جدا، يمكن ده في حياته كتير، عشان خاطر عيلته وعشان خاطر ان هو يمكن بصرف عليهم، فيمكن هو تحمل المسؤولية في صغره،
عنده كرم، يعني شخص مش بخيل اطلاقا، عنده كرم، شخص منظم بيحب ان هو يكون كل حاجة بتاعته تخصه لوحده، يعني بيشرب في كوباية تخصه لوحده، ليه مكان في بيته وليه لوحده، يعني هو بيحب نظام وبيحب ان يكون ليه حاجات خاصة بيه فقط. كمان الشخص ده مبدع، يعني ممكن يكون في عنده موهبة أو في عنده حاجة بجانب شغله، موهبة أو حاجة فيها إبداع، يمكن يكون بيعرف يغني، بيعرف يرسم، عنده إبداع في حاجة. شخص صادق، والناس كتير بتقول عليه إنه شخص محترم. طيب كمان أنا شايفة إن في ست في حياته، مش ست يعني في علاقة، لا أنا شايفة إن ممكن تكون مامته مهمة جدا 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 في حياته، يمكن هي نقطة ضعف، كان الشخص ده قوي جدا بس يجي عند مامته ويبقى ضعيف قوي. كمان شايفة إن الشخص ده يمكن بيشتغل شغل بجانب شغله، هو اسمها إيه؟ متعدد المواهب، ايوه هو متعدد المواهب، او بيحب ان هو يبحث في كل حاجة وما يكتفيش بس بشغله، لا في حاجات تانية بجانب شغله. شايفة ان هو يمكن يكون كمان بيبتدي شغل جديد بجانب شغله، وشايفة ان هو عينه عليك الفترة دي، بيراقبك او حطك في دماغه، بيدرسك، لان الشخص ده هو بيدرس الشخص او بيدرس الحاجة قبل ما بيدخل فيها، رغم ان هو شخص حماسي وبيحب لما يكون عاوز يعمل حاجة يخش فيها على طول، بس في نفس الوقت هو شخص منظم جدا ودقيق، يعني هتلاقيه بيبحث عنك، بيكلم ناس عليك، يعرف طبيعتك، ممكن يكون كلمك مرة او تعامل معاك مرة او حاجة او مرتين، وحابب ان هو يفهمك اكتر بس من بعيد لبعيد من غير ما انت ما تعرف. طيب كمان شايفة ان الشخص ده ما بيحبش يخسر حاجة عاوزها، يعني الشخص ده لو حطك في دماغك، حطك في دماغه وعاوزك، في كذا عقبات ما بينكم عشان يوصلك، لا هو هيعدي 100 عقبة عشان يوصلك، هو شخص ادام عايز حاجة بيعملها، او ادام حب حاجة، لان قلت لك هو كل حاجة في حياته بيمشيها بالحب، شخص مفكر، ما بيفكر بمنطقية. يعني ايه بيفكر بمنطقية؟ يعني بيحكم عقله جدا في الامور اللي هو داخلها، شخص دماغه حلوة جدا، لو انت جيت استشرته في حاجة او عوزت منه حاجة تلاقي رأيه رأي صائب يعني. تمام، انا شايفة ان هو يمكن الفترة دي بيمر بأزمة او بيمر بقلق زيك، لان انا برضو شايفة ان انت حالتك فيها قلق، شايفة هو كمان عنده قلق، عنده مشكلة في حياته، في حاسس بخطر مثلا جاي في حياته او حاسس بحاجة، وعشان كده الشخص ده قلقان او في توتر في حياته الفترة دي. طيب شايفاه كمان مودع ناس او ساب ناس، يمكن الناس دول معرفوش قيمته، او يمكن الناس دول اكتشف حقيقتهم فسابهم ومشي وما بصش وراه، الشخص ده سابهم ومشي وما بصش وراه لانه اكتشف حقيقة الاشخاص دي. طيب ممكن يكون الشخص ده من برج ايه؟ انا ما عنديش هنا برج بعينه، بس عندي ابراج نارية كتير جدا وابراج هوائية. طيب تعالوا نعرف الشخص ده شغال ايه، مستواه المادي عامل ازاي. مجموعة رقم 1، عايزين نعرف الشخص ده شغال ايه، مستواه المادي عامل ازاي. طيب ممكن يكون الشخص ده شغال حاجة تخص الهندسة، يعني هندسة معمارية، هندسة مدنية، هندسة ديكور، أي حاجة تخص الهندسة. طيب تعال نشوف أكتر الشخص ده ممكن يكون شغال إيه. برضه مهندس، يعني سبحان الله برضه طالع لي الشخص ده مهندس،
ممكن يكون كمان ليه علاقة بالديكور، أو هو بيحب الديكور زي ما قلت لك، هو مبدع ففي حاجات كده فنية في دماغه، يمكن يكون بجانب شغله بيعمل حاجات فيها ديكور أو بيرسم يعني. طيب تعالوا نعرف أكتر، لأن ما طلعليش غير مهندس بس، وممكن كمان يكون شغل محتاج مخاطرة بحياته شوية، زي إنه ممكن يكون شغال ضابط مثلا أو حاجة تتطلب منه المخاطرة بحياته. تعالوا نشوف الشخص ده، شايفة هو قدامه ناس، ممكن يكون كمان الشخص ده معروف أو مشهور أو مدرس، ناس كتير تعرفه، دكتور في جامعة بيدي كورسات، شغال حاجة على الانترنت، شغال حاجة اونلاين، يعني ناس كتير حواليه وتعرفه. شايفة كمان ان ممكن يكون الشخص ده شغال حاجة ليها علاقة بيدي مثلا كورسات على العلاقات بين الناس، كورسات تنمية بشرية بقى والحاجات دي، انتوا عارفين الحاجات دي. طيب شغله ده مسبب له قلق دائم ومسبب له صداع وحيرة وتعب، بس بيحبه. كمان شايفة ان الشخص ده ممكن يكون معاك انت في الشغل، او معاك في كورس، او صديق ليك في جامعة، لاني شايفة هنا زميلة. طيب كمان شايفة هنا ان الشخص ده ممكن يكون مسافر بره البلاد بعيد، وبيبص عليك من بعيد، من مثلا الفيسبوك، من على اي ابلكيشن انت موجود عليه، والشخص ده عارفك معرفة مسبقة فبيراقبك من بعيد اهو. كمان شايفة ان هو زي ما قلت لك لطاقات منكم الشغل ده، او الشخص ده شغال حاجة تتطلب المخاطرة بحياته، فهو زي ما انتم شايفين واقف زي الاسد. فيمكن يكون شغال ضابط، ممكن يكون شغال امن مثلا على حاجة، بس انا شايفه ان الشخص ده مستواه عالي او ذو منصب، يعني شخص عالي. ممكن يكون الشخص ده برضو شغال حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر، او ان هو يعمل، يكون شغال مثلا برمجه. عارفين انتوا الناس اللي بتشتغل برمجه على الكمبيوتر، او بتقعد ساعات كتير على الكمبيوتر تخلص الشغل بتاعها، ممكن يكون من الاشخاص دي. فانا قلت لكم اهو الشغل اللي طلع قصادي، او الشخص ده احتمال يكون شغال ايه، واحتمال يكون الشخص ده من برج ناري على فكره، لان بيطلع لي بابراج ناريه كتير جدا، او طاقات ناريه سوري. عندي هنا برج الاسد اهو، يمكن هو اللي طلع، والباقي كله طاقات ناريه برضو يعني. طيب تعالوا نشوف الشخص ده شكله عامل ازاي. سيبني اعرف الشخص ده ضمن مجموعة رقم واحد. تعالوا كده نتعرف عليه ونتعرف على شكله، ربما الشخص ده هو اصلا في حياتك او قريب منك وانت مش عارف ان هو قريب منك. طيب لو هو ولد، فالشخص ده باين جدا عليه ان هو بيروح جيم وعنده عضلات، ده اول كارت طلع لي. لو انت بنت وبتسمعيني، فالشخص ده عنده عضلات. الشخص ده طويل مش قصير، يعني برضو اذا كان بنت او ولد، فالشخص ده طويل مش قصير خالص. يعني إذا كانت بنت فهي بنت طويلة، وإذا كان ولد فهو طويل، يعني طويل عني كتير. طيب كمان لو الشخص ده ولد أو بنت، فشايفة إنه لونه خمري، يعني وسط ما بين الأبيض وما بين الأسمر. كمان شايفة في كل الكروت هنا قصادي، يمكن يكون الشخص ده وشه نازل كده مسحوب، أو زي ما بتقولوا كده الحتة دي اللي هي الدقن مثلا عنده متحددة، يعني باينة قوي، أو رفيعة جاية كده ببروز حلو أو تحديد حلو. ده المواصفات الشكلية اللي ظهرت قصادي. تعالوا برضو نعمل توضيح نتأكد. بصوا شايفين، شايفين الكارت ده، بصوا الحتة دي عاملة ازاي.
ده تقريبا كل الكروت اللي طلعت لي يبقى الطاقة كلها كده ان الشخص ده عنده الحتة دي كده بارزة. طيب طلع لي لو شاب فعل شاب ده عنده لحية، كمان ممكن يكون الجبهة عريضة، الجبهة بتاعته عريضة. الشخص ده رفيع او وسط، يعني مش تخين، لا هو رفيع او وسط. كمان ممكن يكون بيحب جدا يلبس الملابس الرياضية. تمام. طيب ممكن يكون الشخص ده جدا جدا من برج الحمل او من برج الثور او من برج الجدي. طيب احنا كده خلصنا القراءة مجموعة رقم 1. يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو انتوا اول مرة تشوفوني، ولو حد حابب يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، بسيبلكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا بقى نبتدي بمجموعة رقم 2 ونشوف الحجر الابيض او الشفاف. تعالوا نشوف اول حاجة، نشوف طاقة مجموعة رقم 2 عاملة ازاي دلوقتي. طاقة مجموعة رقم 2 كمان هناخد ورق من الانرجي عشان نكمل القراءة ونتأكد من طاقتكم. تعالوا كده نشوف طاقة مجموعة رقم 2 عاملة ازاي. انت في طاقة تفكير وتركيز وطاقة استراحة، قاعد اهو بتفكر، بتركز في حياتك، بتركز في اللي جاي هتعمل ايه في مستقبلك، بتركز في اللي راح وبتشوف نفسك هتستفاد منه ايه وهتتعلم منه ايه للفترة الجاية. انت قاعد بتاخد هدنة من الناس، من الحياة، من المشاكل، من كل حاجة. انت قاعد بتستريح، بتريح نفسيتك، او مش حابب ان انت تخرج او تشوف العالم او تشوف الناس وانت نفسيتك مش مرتاحة. بتحاول ان انت ترتاح وتحاول ان انت تتأمل او ان انت تصلي، تدعي ربنا، تقف بين ايدين ربنا، تعمل اي حاجة تريح نفسيتك. شايفاك كمان الفترة دي انت مسيطر جدا على حالك، مسيطر على حالك ومسيطر على مشاعرك ومسيطر على كل حاجة في حياتك. انت قادر ان انت تسيطر على المشاعر اللي جواك الفترة دي. شايفة كمان ان انت يمكن بتراقب شخص الفترة دي او عينك عليه، بالرغم ان انت مسيطر على نفسك ومسيطر على مشاعرك، ولكن برضو عينك على حد، بتبص عليه من بعيد، تعرف اخباره من بعيد. يعني مش حابب ان انت تقرب منه، او مش حابب او مش قادر، يعني ايا كان. شايفة كمان ان انت يمكن يكون عندك عراقيل، عواقب في حياتك، تعبت من كتر ما انت بتحاول ان انت تعديها، بتحاول ان انت تفتح الباب لحياتك، بتحاول ان انت تخلص منها، ولكن تعبت وقعدت تستريح شوية. انت تعبت وقعدت تستريح شوية من المشاكل يمكن اللي في حياتك، او العراقيل، او الأزمات اللي بتجيلك مرة واحدة وما بتكونش عامل حسابها. طيب شايفك كمان موجوع من شخص في الماضي، تعبان منه، مجروح منه، شخص عمل فيك حاجة، غدر بيك، خانك، عشمك، ضحك عليك، يعني ايا كان الشخص ده هو عمل لك حاجة وانت موجوع بس مسيطر على نفسك. انت شخص قوي، انت شخص قوي وقادر ان انت تسيطر على نفسك بالرغم ان عندك الوجع ده، بس انت في حالة هدوء تام وفي حالة سيطرة. مالكم يا مجموعة رقم 2؟ في ايه؟ مالكم يا مجموعة رقم 2؟ انت عايز تعيش حياة جديدة، عايز تقفل على اللي فات وتبتدي حياة جديدة.
تبتدي حياة فيها البهجة، السعادة، الرضا عن النفس، عن الذات. يمكن انت دلوقتي مش راضي او تعبت من كتر ما انت ماشي في حياتك ومش لاقي الحاجة المناسبة ليك، بس نفسك تخرج من الحالة دي وتبتدي ان انت تشوف حاجة جديدة تعيش فيها حياة جديدة. شايفة كمان ان انت يمكن عينك على مستقبلك، عينك على مستقبلك وبتبص لقدام وبتبص ان انت تعمل لمستقبلك. يعني بالرغم ان انت منهار او بالرغم ان طالع لي برج ستار ان انت يمكن في حاجة الفترة دي أثرت فيك قوي، بس انت مش باصص تحت رجليك، انت باصص بعيد، باصص على مش تحت رجلك، باصص على زي ما بيقولوا كده مرمى عينيه، او زي ما تجيب عينيك باصص لقدام مش باصص تحت رجلك. شايفة كمان انت يمكن اتعرضت لخداع، انت اتخدعت من شخص او حد قريب منك، صديق ليك، او كنت في علاقة واتخدعت من هذا الشخص. يعني بصوا الكارت، بصوا الشخص بيبص ازاي ليك، فيمكن ده اللي مخليك في حالة الضياع او في حالة الانهيار ده، بس مش مقصر. يعني بالرغم اني انت اتعرضت لخداع ووصلت للدرجة دي، بس انت برضو مش باصص تحت رجلك. يعني مش من الناس اللي بتقعد جنب حظها او بتقعد جنب اللي حصل لها وتبكي، لا، انت بتاخد وقتك وخلاص، بتسيب الباقي لربنا. يعني فانت تعرضت يمكن لخداع في الطاقة القريبة او في الطاقة اللي احنا فيها دلوقتي دي، انت اتعرضت لخداع. شايفاك منتظر لحاجة، منتظر لشيء، منتظر لخبر، منتظر ان حد يتكلم معاك او يقول لك حاجة. المهم ان انت في انتظار، انت منتظر. بتأمل ان انت تكون عيلة سعيدة، او بتأمل ان انت تكون في حياة مستقرة في حياتك، انت يكون ليك شخص في حياتك ويكون عندك اطفال، انت نفسك في كده. طيب كمان شايفة ان انت في انتظار مال او في انتظار شغل هتشتغله، هتنزل فيه جديد مثلا، او مشروع هتعمله، او في انتظار حاجة في دماغك بتفكر فيها الفترة دي، الحاجة دي هتجيب لك مال كويس، انت بتفكر في الحاجة دي دلوقتي. طيب يبقى نستنتجه هنا ايه، انت واخد استراحة من الناس ومن الحياة ومن شغلك. يمكن حتى مش لازم تكون استراحة ان انت قاعد في بيتك، لا، ممكن تكون استراحة مش حابب ان انت دماغك تقعد تفكر في مشاكل وتفكر في حاجات، انت مسيطر على التفكير اللي في دماغك، بتحاول ان انت تتجنب الماضي او تتجنب اللي حصل لك او اللي انت بتشعر بيه في قلبك، ولكن باصص قصادك كويس جدا ومحدد هدفك. يعني شابو، مجموعة رقم 2 بصراحة. طيب عندي هنا برج العقرب جدا، يعني بصراحة يعني برج العقرب هنا غالب جدا، وبرج السرطان الطاقات مائية. تمام، طيب تعالوا بقى نخش على الشخص القادم لمجموعة رقم 2 ونشوف مين هو. تعالوا كده نبتدي نشوف مين الشخص القادم لمجموعة رقم 2 ان شاء الله. الشخص القادم لمجموعة رقم 2، تعالوا كده نتعرف عليه. كمان ناخد من الكروت دي الشخص القادم لمجموعة رقم 2. تعالوا كده نتعرف على هذا الشخص. طيب اولا اول كارت طلع لي
ممكن يكون الشخص ده انت بتتواصل معاه دلوقتي في الفترة الحالية او هتتواصل معاه قريبا جدا. تمام، يبقى اول حاجة الشخص ده انت بتتواصل معاه حاليا او هتتواصل معاه في الطاقة القريبة شريط اخر. طيب، اول حاجة برضو الشخص ده هو متحدث جيد، بيعرف يتكلم كويس قوي، زي ما بتقولوا كده بيضحك على الناس بالكلام. مش معناه حاجة وحشة، لا مش بتكلم ان هو شخص مثلا بيقول عكس ما يبطن، لا مش اقصد كده، ولكن هو دبلوماسي، يعني شخص دبلوماسي. تعالوا نشوف اكتر. ظهر الشخص ده انتوا تعرفوه، مجموعة رقم 2، الشخص ده معلق بيكم، امسك من رجلي ازاي. الشخص ده هو معلق بيك يا مجموعة رقم 2، يمكن مش قادر يبعد عن طاقتك او مش قادر يبعد عن التفكير فيك او انه يصرحك بحبه او انه يتكلم معاك بشكل مباشر. مش عارف يتكلم ومش عارف يبعد، فهو في الحالة دي هو متعلق. طيب تعالوا نعرف اكتر. الشخص ده بيراقبك من بعيد لبعيد وعينه عليك من بعيد لبعيد. شخص حماسي جدا 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 جدا. ماشي، تمام. يمكن الشخص ده دخل في حياتك او اتكلم معاك وانت حسيت ان الشخص ده نيته منك او نيته ان هو معجب بيك بس فقط جسديا، ولكن مش نيته نية خير، فانت بعدت عنه. لان جايلي هنا ان الشخص ده زديفن، يعني انت يمكن فكرت فيه انه شخص مش جاد وبعدت عن الشخص ده. طيب، من مواصفات برضو الشخص ده ان هو شخص ذكي جدا، لدرجة ان هو ممكن يضحك على اللي قصاده واللي قصاده يصدق اللي هو بيتكلم فيه. مش بتكلم ان هو يضحك عليك انت، ولكن بتكلم ان هو في حياته عامة، حياته العملية، شفتوا مثلا الشخص اللي هو بيبقى حبيب المدير ده، هو من الأشخاص دي، بيعرف يكون دبلوماسي ويضحك بالكلام على اللي قصاده عشان يوصل لهدفه. مش معناه برضو ان هو شخص مش كويس، لا خالص مش أقصد كده خالص. شخص كويس جدا، شخص يمكن بيحب انه يفوز بالحاجة اللي بيفكر فيها مهما كلفه الأمر، من خطط، من حاجات، يعني أي حاجة الشخص ده عاوز يوصل لها مهما كلفه من التفكير في خطة أو من طرق. زي ما بقول لكم كده بيتكلم كلام حلو عشان يوصل للي هو عاوزه. فيمكن عشان كده انت حسيت ان الشخص ده مش سوي او ان الشخص ده مش كويس وبعدت عنه، ولكن الشخص ده في الحقيقة هو متعلق بيك فعلا، او يمكن هو دخل حياتك بغرض ان هو يكون مثلا معاك وخلاص لانه معجب بيك، ولكن انت بعدت عنه والشخص ده هو اتعلق بيك جدا. يمكن كان غرضه في الاول كده، ولكن هو اتعلق بيك فعلا، وفعلا لو هو ما بيتكلمش معاك عاوز يتكلم معاك. وشايفه كمان ان الشخص ده زعلان قوي. سيكس اوف سورد، الشخص ده زعلان. يمكن الكارت ده برضو طلع لك في طاقته. شايفه كمان ان الشخص ده بيحب جدا 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 الشغل بتاعه، بيحب ان هو يكون نمبر وان فيه، يعني لو فاتح مشروع او عنده بيزنس خاص بيه او فاتح شركة يحب ان هو يكون نمبر وان، يعني يحب المنافسة ويحب ان هو يكسب المنافسة. طيب لو هو شايفك انت عشان يوصلك في منافسة فهو يحب ده جدا، والظاهر ان فعلا في منافسة او في عقبات عشان يوصلك هذا الشخص، عشان كده هو متعلق بيك ومش عارف ان هو ينساك او مش عارف انه يبعد عنك. يعني انا شايفه ان الشخص اللي هو فعلا حب ان هو يخش حياتك، ولكن انت طلعته بهدف ان انت مش واثق فيه، او حاسس ان هو بيلعب بيك، او حاسس ان هو زي الشيطان كده. بصوا ده كارت الشيطان، انت حسيت بكده عشان كده طلعته من حياتك، ولكن هو اتعلق بيك. تمام. طيب شايفة الشخص ده ايه كمان، يعني ايه من صفاته عشان تعرفه اكتر. شايفة الشخص ده هو بيحب بيته جدا، يعني بيحب مامته وباباه واهله،
دي حاجة، هو أول حاجة شغله، تاني حاجة بيته، أهله، باباه ومامته، يمكن آخر حاجة صحابه. بس أول حاجة الشغل، تاني حاجة بيته ومامته وباباه، تالت حاجة هي صحابه أو حياته بقى. طيب، شايفة إن الشخص ده بيحب البدايات جدا، بيعشق البدايات، ويحب جدا إن هو يخش في البدايات بقلب مفتوح أو قلب جامد، ما يخافش. يمكن عشان كده جرب ان هو يخش معاك ويتكلم معاك، وانت لاحظت ان هو مش كويس، او لاحظت ان هو هدفه هدف مش كويس فبعدت عنه. طيب، شايفة كمان زهرمت، يعني بالرغم من هو شخص بيحب ان هو يزوق في الكلام وبيحب ان هو يوصل للحاجة اللي هو عاوزها بالكلام، ولكن انا شايفة ان الشخص ده هو يمكن هو قريب من ربنا، او بيغلط وبيروح لربنا يعيط كتير عشان ربنا يسامحه او يغفر لي. يعني بالرغم ان هو ممكن يكون عارف ان هو بيضحك على قصاده بالكلام عشان يوصل اللي هو عاوزه، بس عنده كده نزعة ضمير وعنده كده نزعة ايمان بالله. لما بيحس ان الدنيا اتقفلت في وشه، لما بيحس ان هو عمل ذنب كبير، بيروح يقف قصاد ربنا يعيط له، يدعي له انه يغفر له. ممكن يكون هو دخلك واتكلم معاك اسلوب كويس، او بحاجة ان انت تقرب منه، وانت خفت منه، انت خفت من الشخص ده. يعني انا اللي باين لي هنا ان انت خفت من هذا الشخص وحاولت ان انت تبعد عنه. كمان باين لي ان الشخص ده يمكن بيدعي ربنا اول الفترة دي، يمكن هو عمل فيك حاجة او زعلك في حاجة او جه عليك في حاجة وبيدعي ربنا اول الفترة دي. يمكن الناس بتزعل لما انا بقول لهم على شخص قادم ان هو شخص قديم، بس طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اللي طالع قصادي شخص معلق، فهيكون شخص معلق ازاي وهو ما يعرفكش، او شخص جديد؟ لا، الشخص ده كان في حياتك او انت كنت تعرفه كصديق وبعدت عنه. طيب، تعالوا نعرف اكتر عن هذا الشخص. ده هو شخص ناري ناري ناري، يعني مش عارفة، طاقات نارية كتير قوي النهاردة. يعني هو برج ناري، هو طاقته هو نارية. يا في الخريطة بتاعته او الخريطة بتاعته فيها ابراج نارية كتير، شخص ناري ناري. يعني شايفة ان قصاده عقبات وقصاده حاجات كتير قوي في حياته، وهو تعدى عقبات كتيرة وفي حاجات كتيرة برضو في حياته. شخص ده رومانسي جدا، رغم ان هو كلامه حلو، بس هو كمان رومانسي. يعني شخص من طبيعته رومانسي وبيعرف يحب، يعني لما قلبه بيدق خلاص. طيب، شايفة كمان يمكن الفترة دي هو متردد في حاجتين، يعمل حاجة او ما يعملهاش، او في حاجة في حاجتين قصاده الشخص ده الفترة دي مش عارف ياخد اي قرار فيهم. او الشخص ده لما تتعرف عليه، او انت لما يخش في حياتك بجد، لان هو قادم، فلما يخش في حياتك بجد ممكن يكون دخل في حياتك بس ما تعرفتش عليه قوي، فلما يخش في حياتك بجد ويبقى قريب منك، هتحس ان هو ممكن يكون بوشين او بشخصيتين. لما بيتعصب يبقى حاجة، ولما بيكون هادي وبيتكلم يكون حاجة تانية. في حاجتين متناقضتين في أسلوب حياته. طيب، هو مجموع رقم 2 على فكرة. انت انا بتكلم عن الشخص اللي قادم ليك في حياتك، بس انا شايفة برضو ان في ناس كتير قوي بيبص عليك، يعني في ناس كتير معجبين بيك، بالرغم ان الشخص ده هو القادم او هو الشخص اللي جاي في حياتك الفترة اللي جاية ان شاء الله، ولكن شايفة برضو في ناس كتير حواليك. يمكن انت معروض عليك اكتر من حد مثلا يتقدم لك، او مثلا لو انت راجل في اكتر من بنت معروضة عليك ان انت تتقدم لها. طيب، شايفة ان الشخص ده شخص وسيم، حلو، يعني حلو، شكله حلو او مظهره حلو، او بيجذب الناس بحاجة فيه. ممكن تكون عينيه حلوة، جسمه رياضي لو هو ولد، لو بنت فيها جسمها حلو، يعني في اي حاجة فيه بتميزه ان هو حلو وبيجذب الناس ليه.
احنا اكتر ما اتكلمنا عن صفاته اتكلمنا عن هذا الشخص لما دخل حياتك كان حصل ايه، لان الشخص ده فعلا زي ما قلت لكم هو شخص قديم مش شخص جديد، شخص كان في حياتك وانت بعدت عنه لان انت حسيت ان هو شيطان. طيب يمكن يكون الشخص ده عنده حيوان اليف بيربيه، كلب قطه او حاجه، ودي برضو علامه ظهرت. كمان هو فعلا بيدور على الاستقرار او بيدور على عائله، يعني هو فعلا بيدور على ده بس مستني قلبه يدق. يمكن كان معجب بيك في الاول بس بعد كده قلبه دق لك، يعني انا شايفه ان قلبه دق لك لان مفيش شخص هيتعلق بالشخص وهو قلبه مش بيدق ليه، مفيش شخص بيبقى عاوز يتكلم مع شخص. دي اول كارثه طلع عاوز يتكلم معاك وهو بيحب الكلام اصلا، يعني هو شخص بيحب الكلام وعاوز يتكلم معاك، او شخص لما تتكلم معاه تحس ان هو كلامه حلو. طيب شايفة كمان ان الشخص ده يمكن عاوز يبين لك حبه على ارض الواقع، لان هنا الكارت ده بيقول كده اهو، تحول افكاره لافعال على ارض الواقع، يعني عاوز يخلي افكاره اللي في دماغه افعال على ارض الواقع، يبين لك حبه ليك او تعلقه بيك على ارض الواقع. طيب مجموعة رقم 2، انت الشخص ده القادم ليك وفي ناس كتير حواليك، يعني انت شكلك حد حلو قوي، مش بتكلم على الشكل على فكرة، يعني ممكن تكون حلو شكلا، حلو طبيعتك، حلوة كلامك حلو، يعني ايا إن كان انت شخص محبوب من الناس اللي حواليك، شخص العيون كلها عليك. شايفة كمان ان في عيون كتير عليك، يمكن حاسدة، في ناس كتير حاسدة عليك وفي ناس كتير معجبة بيك، ويمكن يكون ناس كمان معجبة بيك وغصب عنهم بيحسدوك. طيب عندي هنا برج الميزان، برج العذراء، ممكن تكون انت او هذا الشخص من هذا البرج. عندي برج الجدي، بس كده. طيب تعالوا نعرف الشخص ده شغال ايه. مجموعة رقم 2، الشخص ده شغال ايه. الشخص ده بيشتغل وبيصرف على أهله، ممكن يكون شغال ايه. الشخص ده برضه بيشتغل شغل هو حبه جدا جدا جدا، شايفة ان الشخص ده شغله يمكن بيخص انه يكون مخفي عن الناس او الناس متعرفوش، او معلومات خطر ان هي تبقى تتسرب، او حاجة زي مثلا ضابط المخابرات او حاجة زي كده، او شغله مخفي، يعني في شغل بيشتغله مخفي الناس ما تعرفهوش. ممكن يكون الشخص ده شغال ايه كمان، ممكن يكون شغال سواق، او شغله بيروح وهو سايق عربية، يعني يكون عنده عربية وبيروح شغله وهو سايق العربية دي، هو يكون هذا الشخص شغال سواق. ممكن يكون الشخص ده شغال في شغله الخاص، يعني حاجة هو عاملها شغال فيها، حاجة تبعه. كمان شايفة هنا ممكن يكون الشخص ده شغال حاجة، أو هو متخرج من كلية تدرس الدين، يعني مثلا زي الأزهر أو زي كليات اللي هي القانون، الشريعة والقانون والحاجات اللي هي زي كده. يعني على فكرة هو لايق جدا ان هو يكون محامي، لان هو المحامي بيحب ان هو يلعب بالكلام عشان يكسب القضية، فممكن يكون شغال محامي وبيحاول ان هو او كلامه حلو، فيعرف ان هو يكتب مثلا اللي هي مش عارفة بيسموها ايه، دعوة او مش عارفة بيسموها ايه، عشان
شغله، يعني دي حاجة مش وحشة، لا بالعكس، طريقته حلوة في الكلام، أو طريقته حلوة إن هو يعرف يكسب بيها شغله، دي حاجة مش وحشة يعني. طيب تعالوا نشوف أكتر الشخص ده شغال ايه. شايفاه برضه ممكن يكون بعيد عنك في المسافة، مسافر بعيد عنك، أو هو سافر بعيد عنك في الفترة الحالية. وبرضه هنا شايفة انه ممكن يكون شغال محامي، شغله بيتعبه جدا الشخص ده، وبيأثر على نفسيته بس بيحبه. شايفة كمان ان ممكن يكون الشخص ده لسه بيبتدي ان هو يشتغل حاجة جديدة، او حاجة بجانب شغله، يعني في هنا اس واس، ففي بداية ليه او حاجة جديدة بجانب شغله هنا كمان، يعني 3 كروت. غير مثلا شغله او بيشتغل حاجة جديدة بجانب شغله الاصلي. طيب عندي هنا برج العذراء وبرج الجوزاء وبرج العقرب وبرج السرطان. تعالوا نشوف الشخص ده شكله ازاي. مجموعة رقم 2، الشخص ده شكله عامل ازاي. تعالوا نشوف شكل الشخص ده. على فكرة لو بنت ممكن تكون بتلبس نقاب او بتلبس جلباب واسع او لبسها واسع، تمام. لو اللي بيتفرج عليا شاب، ممكن يكون البنت دي لبسها واسع، او هي حابة ان هي تلبس كده، او هتبتدي ان هي تلبس كده، يعني ايا كان شايفة لبس واسع. طيب شكله ازاي الشخص ده؟ حلو جدا. مجموعة رقم 2، الشخص ده حلو قوي. لو بنت فهي قصيرة، ولو شاب برضه فهو طوله متوسط او قصير، او طولك او طولك يعني. شايفة ان لو بنت فهي أمورة جدا، لسه بقول اهو، أمورة جدا 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 البنت دي. حلوة قوي، يعني هي زي ما انت ما بتطلب بالظبط. لو انت شاب فالبنت دي زي ما انت بتطلب بالظبط كامرأة تتزوجها. ده لو انت شاب اللي تتفرج عليا. طيب ممكن يكون في ايه كمان كشاب؟ الشخص ده بيلبس لبس شيك جدا جدا، لايق جدا عليه، او مهما هو لبس هو بيليق عليه. لو بنت او ولد، الشخص ده عينه واسعة، عينه حلوة، عينه جذابة. الشخص ده عينه جذابة. كمان شايفة انه ممكن يبقى شعره اسود وناعم، تمام. وشايفة برضو هنا كذا كارت ان الشخص ده بيلبس يونيفورم محدد بيه، يونيفورم خاص بشغله. بيلبسه مثلا لو هو ضابط فبيلبس يونيفورم محدد بيه، او محدد للضباط يعني، او معظم الوقت او اغلب الوقت بيبقى كده، تمام. ممكن تكون واحدة كمان، صفة كمان. شايفة لون الشخص ده، انا شايفة انه ممكن يكون شخص ابيض، او يعني يميل للاشقر، او شخص متوسط يعني ما بين البنين، ما بين ابيض وما بين اسمر، يعني يا ابيض وده واضح جدا، يا اما بين البنين، ولا اسمر ولا ابيض. طيب هقول لكم الابراج برضو اللي طلعت لي. عندي برج الميزان، برج السرطان، عندي برج العقرب، برج الميزان تاني، برج الأسد، برج الحمل، برج العقرب، برج الجوزاء. طيب أنا كده خلصت القراءة النهاردة. يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أنا بعمله. ولو حد حابب يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، بسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليكم، باي باي.